بلهجة جديدة كلياً أطلت علينا الممثلة السورية صفاء سلطان خلال شهر رمضان عبر المسلسل السوري خريف العشاء. المسلسل يأخذنا في رحلة تاريخية إلى زمن ازدهر فيه العلم والأدب والثقافة والكثير من الحب إلى موقع تصوير خريف العشاء، وتنضم إلي صفاء سلطان. صفاء، أهلا فيك بسكاي نيوز عربية. يا روحي أنت شام، اشتقت لك، نحن اشتقنا لك، وأنا بالذات يعني اشتقت لك كثير 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 كتير كتير لولو. مشتاقت لك كتير، وأنا فرحانة إني بالشام رغم إني بعيدة. أنتي لو كنتي بعيدة روحك معنا حبيبة قلبي، ونحن اشتقنا لك، والشام كلها اشتاقت لك لولو. أنا اليوم بموقع تصوير خريف العشاء، مسلسل بتناول مرحلة السبعينيات، بعتقد إنه هي المرحلة الذهبية لسوريا. شو اللي لفتك أنتي صفاء بالمسلسل على الصعيد الشخصي؟ هل المرحلة أو الحكاية بحد ذاتها؟ لانا الحكاية، يعني المرحلة الزمنية يمكن في كتار عملوها، وممكن يكون أول مرة عملناها ما بعرف، بس أنا اللي بعرفه هلأ حاليا من خلال نص خريف العشاء كيف مكتوب وكيف عم ينشغل بشكل عام. الورق بداية من كتابة المدام ديانا جبور اللي عم تعمل نقل صورة السبعينات والثمانينات والتسعينات بشكل واقعي إنساني أكثر، بعيدا عن أنه خلينا نقول يعني طبعا الناس بتكون متشوقة تشوف شكلنا كيف كميك اب ولبس وشعر والديكور والقصص هي كلياتها، بس الفكرة الأساسية هي الحكاية اللي موجودة بين الأسطر. في مسج كتير حلوة عم تتقدم إنسانية بين الأسطر من خلال الشخصيات اللي مكتوبة. الأستاذ جود سعيد عم بيقدمنا بطريقة للأمانة هي ملامسة للواقع أكتر، عم نكون نحنا حياة عادية بالسبعينات وبالثمانينات وبالتسعينات، عم نكون ناس عاديين بهذا الوقت. مثل ما قلتي هي مرحلة السبعينات مرحلة ذهبية بكل العالم العربي تقريبا. أنا شخصيا بمرحلة السبعينات يمكن من الشخصيات اللي بتمرق بصعوبات بهي المرحلة، كوني زوجة ضابط عندي مشكلة كتير كبيرة، بحبه لجوزي كتير، عندي ابني عنده مرض عم بتعايش معه، تفاجأت فيه وعم بتعايش معه، مسؤوليات كتير كبيرة بتحملها. للأمانة إنه نحن عم نشتغل بطريقة حياتية، خلينا نقول يعني ما مو أصنام لنا عم تنطق، نحن لا، نحن عم نكون ناس حقيقيين عايشين، بيشربوا شاي بيحكوا كذا، كتير عاملينه هيك حياتي أكتر. طيب صفاء، خلينا شوي نحكي عن شخصية هيفا. هيفا مدرسة مثقفة متعلمة زوجة ضابط، هي من دير الزور، فأنا عم بحكي لهجة ديرية، عم حاول قدر المستطاع أني أتقنها، يعني ممكن يفلت مني شيء بكون أكيد ما أنا قصدي، بس أنا كتير عم حاول أني أمسكها صح، عم بحكي مصطلحات أنا حاببتها. لأنا يعني مثلا في كلمة والتسوى قلبي، شو حاببتها لهالكلمة؟ والتسوى عمري، لا عاش قلبي، هدول المصطلحات أنا مثلا ما كنت بعرفهم إنه شو هن هدول، شو يستخدموا. يعني في عنا كتير رفقات من دير الزور وعنا قريبين، حتى في عنا نسب، يعني جوز خالتي من دير الزور، بس أنا ما عمري فكرت إنه شو بتقولوا هون. فهلا لا، بالعكس تلاقيني كل حدا من دير الزور عم بسأله شو ممكن تقول بهي الحالة، أو شكون يا ربي مثلا، هي الكلمة كتير حاببتها، إيش كون يا ربي، ما تشوف عبدك الفقير يا الله مثلا. يعني عم بحكي من لهجة جديدة. هيفاء أنا حاببتها من ساعة ما قريت، وأنا عشقانتها لهيفاء، شخصية متفانية جدا. شو بيميز شخصيتها لهيفاء؟ إنسانيتها العالية، يمكن هي عشق بس من نوع مختلف، يعني هي قصة عشق، عشق لجوزها، عشق لعيلتها، عم بتحاول بشتى الوسائل تحافظ عليها، مضحية جداً، تتحمل كتير، حاملة عبء من هي وصغيرة، يعني هي شخصية من هي وعمرها مثلاً 15 سنة خلينا نقول، بهداك الوقت تجوزت من شان ما تتخلى عن أخو جوزها اللي هو ابن عمتها. يعني أنا ما بدي أحرق كتير، ما في اللي عم بحرق بالمسلسل، شو مشانك؟ شو مشانك لا نجنت؟ شو مشانك؟ كله عادي عندك، لأنه مو رفيقتنا فمنبحث لك منحكي كل شيء عادي. عم تحكي عن حب زمان من قلبك، كأنه هو الحب يلي نحن اليوم نتمناه. هلا يعني حبنا صار تقني، يعني لحق تقنيات، يعني زعلتي منه بتعملي له بلوك، عرفتي؟ بالأول الحالات الحب كتير عالية، بده وقت خير الله ليقدر يقول له بحبك، وهي بده وقت خير الله لتقدر تقول له بحبك. يعني
هلا نحن زمان السرعه بحبك عم تخوني بلوك، بحبك ما عم تتاثر معي بلوك، يعني صارت هلا هيك العلاقات. زمان كانت كثير فيها، بحس انه يعني يا ريتنا نحن عشناها، لا لا لانه هي كثير حقيقيه، كان في احساس بالضبط. ما كلمه بحبك ما بتنقال هيك بالمجان، لازم يتعب كثير ليقول لها بحبك، وهي تحس كثير لتقول له بحبك. صحيح. فلذلك انا بتفاجئ مثلا بلاقي حدا متجوز قال صار لها مرتي 46 سنه، شلون يعني؟ يعني في شيء عجيب غريب. نحن عندنا مثلا بتقول لك والله تجوزته 3 سنين، والله كثير طولتي يعني. العقد عرفتي، بتحسيها عقد انه امتى انتهى الصلاحيه. ما في شيء مبني على مشاعر حقيقيه للامانه. يمكن تكون مشاعر حقيقيه، احنا مفكرينها حقيقيه بس هي بتطلع كذاب. صح، للاسف بتحس بالنفس. في شيء حقيقي، في شيء مانو تقني، يعني عرفتي تبع انه دخلت بحياتنا الديجيتال وكل شيء له علاقه بالجماد. نحن عم نعتمد على الجماد، فهمتي شو؟ قتلوا شيء حلو كثير فينا، على الرغم انه هذا التطور كثير منيح، بس بنفس الوقت سكر على كثير شغلات انسانيه فينا كانت. طب وين كان التعب بهذا الدور صفاء؟ اكيد اللهجه. نحن عم نمثل شيء له علاقه بزمان، بالسبعين، 80، 90، وعم بحكي لهجة، فأنا عم ركز أيضاً باللهجة. يعني هاي كمان مسؤولية علي كبيرة، لأنه أنا أهل دير الزور غالين علي كتير، فأنا مستحيل بدي حاول بشتى الوسائل ما أغلط بحرفها. بس أنا والأستاذ حسين عباس اللي هو شريكي بالعمل، يعني هو نحن الاثنين مع بعض، فهو هو هو برافو، هو جاب حدا وقال له كيف اللهجه بتساوي. في معنى مدقق لهجه طبعا، بس انا لقطه، مجرد لقطه بلش ارتجال كالعاده، يعني ندموا على الساعة اللي أطفي اللهجة. إن شاء الله الشهر الجاي، على آخر الشهر الجاي، آخر الشهر الجاي حكينا على بيتكم اللي بالشام. أنتي صفاء بتقلدي كتير، صح؟ يمكن مشان هيك اللهجة ما كتير أخذت من الأداء. صح صح، ممكن، بس أنا عم حاول أكون كتير طبيعية. يعني أنا مو عم أقول للهجة بصعوبة، عم أقول للهجة بسهولة، بسلاسة، عادي مثل أي بنت ديرية بالحياة، عرفتي؟ عم حاول أكون هيك، وإن شاء الله يا رب. يعني هلا نحن لسه عم نشوف، فنس عم نستنى نشوف النتائج. لسه أنا بستنى حكم الناس، مثل العادة بقول لك لانا نحن نشتغل ومنصنع. بالنهاية الحكم هو الجمهور، يعني بالنهاية اللي بده يشاهد هو اللي بده يحكم، فأنا مستنية حكمه. بدنا تستنى أنت شو بدك تقولي، لأنه أنا بستنى نقدك حقيقة. يعني لو كنا رفقاتك بس تنقدينا يعني. ها؟ كل التوفيق لك صفاء، شكرا لوجودك بسكاي نيوز عربية. Love you لانا.